في بقى انا نوعيه شفتها في الجيم مش هنساها، هو ماشي في اي حاجه وخلاص، اي تمرينه واي عضله يلا يا عم النهارده انا عندي رجل عندي رجل، صاحبي بيلعب كتف نلعب كتف، صاحبي اللي انا بحبه بيلعب شيست نخش معاه زاويتين شيست. هو بص هو لخبطيته تيتا، لف بينا يا دنيا شويه رجل على مش عارف شيست على يسخن شويه، تلاقيه مثلا كان بيتمرن وبعد كده يسخن. يعني مش انت اتمرنت وقربت تخلص تمرينه فانت بتسخن على ايه؟ مش فاهم برضه. هتلاقي في ناس في الجيم رايحه تتكلم بس، ابعد عنهم، هيضيع وقتك وهتلاقي نفسك بيعدي بالربع ساعه ونص ساعه وانت ما بتعملش اي تمرين ولا بتعمل اي حاجه ومش هتعمل اي فورم ولا هتعمل اي انجاز. يعني تمرينتك دي في الباي باي لو انت فعلا بتقعد نص ساعه بتتكلم كده يبقى انت ما اتمرنتش. النوعيه التانيه من الناس بقى هتلاقي هو رايح الجيم مع عشان صحابه، عشان اللمه، عشان الضحك والهزار يلا بينا نروح الجيم مع بعض. غير كده بقى انسى، يعني ليه ما انتخ في البيت ولا هيروح جيم ولا اي حاجه. في بقى واحد كمان هو رايح الجيم، هو فوق يعني بص هو في جو التمرين ده مش واكل معاه سكه، هو ماسك الموبايل بتاعه عشان يبعت رسائل لاصحابه ويكلم دي ويكلم دي، هو مش رايح الجيم يتمرن، هو رايح الجيم يقعد في مكان اكنه كافيه بيغير جو. يا عم يعني انا على طول قاعد في البيت، على طول قاعد على السرير، على طول قاعد على القهوه، نغير نقعد في الجيم، نقعد على المكنه دي، نقعد على مكنه الرجل، هو مش رايح يلعب. في بقى نوعية في الجيم أنا مستغرب منها قوي، هو بيروح الجيم أسبوعين ويريح أسبوعين، يروح أسبوعين ويريح أسبوعين، ده أساسا يعني الأسبوعين دول العضلات هتتبنى فيهم لوحدها كده هو قاعد على السرير. نظام أنا خلاص أنا عملت اللي عليا في أول أسبوعين، تاني أسبوعين بقى أريح. يا عم يا عم أنتوا عايزين بقى تقرفونا، عايزين تودونا الشهر كله؟ لا أنا بدفع اشتراك ولازم العضلات تشتغل بفلوس، العضلات تشتغل ولا نايم على السرير.